شوبير 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 على فكره دلوقتي علاقتي بيه كويسه. كنت انا في العزاء بتاع جمال العاصي مراته قاعد معايا وقاعد يدوس فيا وبتاع. بس انا شوبير مهما لفينا لازم نرجع، لان هو انا شفت معاه ايام زمان كتير. يعني شوبير كان نائب معايا وكان ناجح جدا، وانتخاباتنا كنا عم نعملها مع بعض. بس هو اعلامي ناجح دلوقتي، اعلامي ناجح جدا يعني. لا في المجال الاعلامي، لو دخل لو هو في المجال الاعلامي وناجح كده ودخل الكوره مش هيعرف يبقى ينجح هنا ولا هنا. انا رايي كده، ما اعرفش، هو حر يعني، بس انا بقول لك رايي.